انا عندي ذكريات مع ابو فريك في كره السله. ايه كان عندهم فريق في الثمانينات لاباس. وداد وداد بو فريك. وداد بو فريك كان لي بوكسور عندهم فريق. ايوا بوكسور لا بوكس كان عندهم فريق لاباس بها. انا كاع على كل حال وراح الوداد تبع الفوت. راهم في الاقسام الدنيا في القسم الثاني نظن، ولكن كانوا بكري في ناسيونال تيم. بو فريك على حسب المخرج راه يثقفني رياضيا، داروا مشوار جيد في كاس الجمهوريه واقصر عيسى الفريق من لا بو فريك لا حتى في الباسكت كان عندهم فريق قوي. بيان سور الباسكت لحقت مومون دوني وين بداو يدو لي تيتر. لو برومي تيتر اللي داوهم طاحوا لعبوا كونتر علينا اني شافي فلاصه الحرشيه في 86. سي لا بريمير فينال تاع بو فريك دون ليستوار كونتر. انا كنت لعب مع النياض هذاك الوقت الراما فوالا ولعبنا طحنا كونتر بو فريك اول نهائي تاع وداد بو فريك. بو فريك تقلعت كاع حبطوا الحرشه واحد الغاشي واحد لومبيونس دار وقلبوا وداوها يا خو بصحتهم. وهذاك الوقت كان بعد من تم قلعوا. هذاك الوقت قلعوا كرة السلة في الجزائر رائدة. وللأسف الآن كان هذاك الوقت ثاني علي أنت بالك شوية ما تشفاش. نحس بروحي صغير كتقول لي تشفى هذاك الوقت. كل واحد ووقته. كان حتى الدرك الوطني كان عنده فريق سي سيد أحمد يقدر يحكي عليه. فريق قوي جدا. للأسف الآن كرة السلة في الجزائر يعني تقريبا راهي ماشي. ما زلت تلعب مين ذاك؟ راني شغل وحدي. أنا كنت كي كنت في فرنسا كنت مدرب تماك. كنت مدرب ومن بعد وليت رئيس تاع فريق تاع كرة السلة تماك في باري. ومن بعد أنا شغل مع الحفالي ومن شغل كان الأمور كانت شغل كيما كنت في صغري. كنت لاعب منا لاعب دولي ومنا كنت فنان. يعني عندك حفله منا وعندك عرس ومنا عندك روغروبمون ولا عندك ديبلاسمون ليترونجي ومنا كانت الحاله شويه مشكله على كل حال. وشنو ما دوك يعني في التدريب راني شغل وحدي خطر على خطر نروح نجري ولا مع اصحابي ولا سي سلطاني. بصح كيفاش قدرت تمزج بين فنين يعني فن واعر كرة السلة كانت المهنة ديالي انا كل حال شتي بروفيسيونيل كانت المهنة تاعي والفن سي حب. حمام كرة السلة فن ثاني اي فن بصح الفن راهو حب حب اكثر كان باسكو الفن هذايا. انا كي كان في عمري 6 سنين 7 سنين كنت في الكشافة كنت نغني يعني كنت صغير مدرسه الكشافه هذاك الوقت الكشافه كانت الكشافه منا يعني كنت نغني وكانت عندنا واحد كان عندنا واحد السيستم شغل كي تروح تغني تدور للحيط شغل تشوف تتقرب للحيط وتغني شغل تعطيهم دودو ومام طون عليك فوالا كانت عندنا هذيك شوف كنت نحب هذاك كنت نشوف انا العنقه نسمعوا نولي نرعش كي نسمع العنقه انا العنقه شغل هو سببي في الفن